وفي سياق الاستقرار الأمني والتمسك بالتقاليد والأعراف، شهدت الأسواق رغم غلاء أسعار الكثير من المواد اكتظاظا من المواطنين للتبضع والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وشراء ما يلزم من ملابس وأطعمة يعد بعضها أشبه بالطقوس العراقية المعتادة. وطالب بعض المتسوقين التجار مراعاة الأوضاع المعيشية وتخفيض الأسعار لتمكين ذوي الدخل المحدود من توفير احتياجاتهم واستكمال فرحة العيد كنوع من التكافل الذي يضمن المساواة بين الجميع. هنيكم بمناسبة العيد، عيد الأضحى المبارك. اللهم ربي يجعل إن شاء الله على أمة محمد خير ونعمة وصحة وعافية وأمان. اللهم يجعل هاي الأمة وهاي الناس مرتاحة إن شاء الله، يديم عليها الأمان والراحة والاستقرار. ونسأل من يعنيه الأمر ونسأل ولاة أمورنا أن ينظرون للناس بواقع الحال، و من ناحية الأسعار، من ناحية المواد، من ناحية تسيير الأمور والهذا. وإحنا ممنونين لكل هالخير، وإحنا يعني ممنونين أن تهدأ الأمور وتستقر ويستقر السوق حتى الناس تشوف أمرها وحالها. السوق صعب والأمور. والله الاستعدادات أشوفها بعينك أستاذ جبار، أشوف الناس ما شاء الله، الله يزيدها إن شاء الله، جا تأخذ حاجاتها واحتياجاتها منها. الله يوفر لهم، يوفر لهم كل شيء ان شاء الله. واحنا متحضرين للخير وان شاء الله، وبيناتنا المواصله والهذا، ورتب نفسنا لصلاه العيد ومواصله الاقرباء والجيران والاهل والاصدقاء وهذه. ونسال اللهم ان يجعل خير وعلى امه محمد ان شاء الله. بالنسبة للسوق اليوم شوية أكو حركة، أكو متبضعين اليوم، وأما البارحة قبل يوم ثلاثة لا كانت ضعيفة جدا. اليوم لا، أكو قوة شرائية موجودة بالسوق، لكن يعني الأسباب يعني من عيد الفطر لحد الآن اليوم يلا شوية تحرك السوق. احتمال أسباب كثيرة، منها مثلا ارتفاع الأسعار، ارتفاع الدولار، او مثلا عندهم مثلا متفرقات اخرى احنا ما نعرف. لكن اليوم اكو تلاحظ متبضعين موجودين بالسوق وقوه شرائيه موجوده. يعني انا اليوم بعت خير من الله الحمد لله. شكرا. احنا اللي نشوفه، اللي نشوفه ونلمسه ونلاحظه، انه محافظ صلاح الدين الان في فتره استلام الشيخ اسماعيل اخضر الهلوب، كل هذه الأمور تنم على أنه أكو وعي، أكو تفكير تجاه الناس، أكو طموح على أنه المحافظة تزدهر، أكو يعني شاغل قلب المسؤولين على أنه واقع المحافظة على المستوى المشاريع، الخدمات، الصحة، كل شيء. يعني كل الأمور الخاصة بالمحافظة نتمنى أنه تزدهر وتتطور، ويعني يكون إلها فد وقع خاص. وشفنا انه اكو واجهه اعلاميه صارت بالمحافظه على التغير الكبير بالوقت القصير اللي صارت في هذه الفتره. اشكركم على اتاحه الفرصه واشكر اذاعتكم. استعدادنا اليوم جينا البلد نتسوق ونشتري ملابس، نشتري ملابس العائله، نفطر بالسوق، نشوف الاسواق. اي اكو سوق زين، ابي صعود بس قليل. اي نعم، والوضع حيل زين، تربطنا علاقات اجتماعيه، منطقه غلاء بلد، منطقه بلد زين، احنا وياهم حاصلنا زرعنا كله في بلد. من قدام والله السوق حلو مرتب يعني، والاسعار حلوه مو غاليه، وجينا هم نستلم الراتب، بدر الراتب نازل وهاي، والاجواء بلد هم حلوه والاسعار حلوه وتعاملهم طيب ويانا. اي